خلص خلصني لك يا انت بتجي خلص بتكون واصله سعيدة لبال ما انت توصل. يلا روق لك خلص برجع بحكيك بعدين. يلا باي باي يا معلم فادي يعطيك العافية. أهلا أهلا حبيبي القلب. تفضل أهلا حبيبي. عود عود ملو ممنونة. تفضل نعمل لك فنجان قهوة. لا 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 أبدا عبد. لا 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 معلم فادي اثنين نسكافيه. لا 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 والله لا والله لا 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 والله ما معي وقت. لا أبدا قلت بيجي بشوف بس لخلص السيارة إنه صارت الساعة أربعة يعني إيه أكيد أكيد خلصت ولو خلص بس عود عود أنت عبد عبد جيب ماي بس ماي حبيبي ما جيب ماي عبد إيه لك هالسيارة طلع بدها فريمات حبيبي فريمات ركبنا لك فريمات جديد. لا ما صار لهم زمان جديد جديد بعدهم إنه من منهم جديد حبيبي كانوا فلتنين كانوا فلتنين أكتر من أمه لعبد. أمه لعبد مين أمه لعبد؟ إيه عبد هون اللي عم يجيب القهوة بك عبد وهالجيب القهوة يا عمان سيل القهوة معلم فادي. هلأ انسى انسى غير الفريمات كله تمام السيارة سالكة وقرب للمكتب بعد ما شفت المكتب حبيبي هذه السيارة خلانش بتقولي من الشركة خلص ما صار لها 3 شهور طالعة. أنا طلعتها من شهر من الشركة شو عم تحكي شهر؟ نعم كيف راح معك خلص ولو خلص المهم انسى المهم انه سيركي خلص يعني بطلع بسوقه عادي ما سياره جديده خلص سيركي انا بحطها على ضميري تطلع من عندي السياره وحده ما تكون 100% خلص صادق صادق بحسب انا بنتي رح تسوقها يعني شوف لحديت وين ولو لا لا ولو اكيد اكيد شغلك بعرفه انا طيب خلص خلص امرنا يلا لا لا ما يؤمر عليكش ظالم خلص خليه علينا حبيبي مرتجي مرتجي ولا شو لحظة شو مرتجي مفروض ما في مرتجي خي مع بينا سالكة بعدين ولو شغلك هيدا يعني قدام كلفة ما في كلفة بالنهاية شي ما مكلفة شي ولو كسبنا شاورتك حبيبي نحن واجباتنا انه تكون بس انت بأمان وتفل من عنا مبسوط يا معلم فادي مبسوط اكيد وكله تمام بس انه ما بدك انت تكسب كمان يعني على القليل اجرت ايدها الصبي رايح جاي كل النهار قهوة وماي شو بدك فيش بدك في عمل لك يا استاذ خلص اللي بدك اياه انت معلم فادي انه انا شو ما عرفني بسعر الفريمات معلم فادي ما لو بعرف ما كنت جيت لعندك تراك القهوه تعال شيل شعبي خلص انت دفع دفع قد ما اقدر ما بقدر انا كنت شو دفع لي قد ما اقدر وخليه علينا وما يمر عليك ظالم وما بتجيب لي اياهم ولا خيي ما شغلك هيدا ما مفكر بحساباتك انه مثلا فرضا انا جيت قلت لك هلا يا معلم فادي ما في مثلك وممنونك وبرمت ظهري وفليت ورحت خبرت عن نزاهتك انه صلحت لي الفريمات ببلاش شو بيصيرون وين بيصرفوها هيدي تطلع خسران مصاري بس انه يا ربحان بالمثاليات والواجبات انه انت مضياف يعني على راسي بس مش فاتح مصلحه يا اخي لمصلحه مين ما عندك عيله تفكر فيهم مثلا مصلحتهم لقالوا مثلا والله مصالح عن مصالح بتفرق يا ابو المهم انه ما حدا يحكي عنا شيء بالعاطفه بنعيش بالفقر وبالتعتير والمهم انه صيتنا منيح منجامل كل الناس يعني بصراحه يا محلى انت العبد في التنين انا شو عامل على الشريه للسياره يا زلمه خلص يا عبد بس انا حشيل الرب المصير